والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم محبة المشاهدين الكرام. لم يعد غريبا عليكم وعلينا كمية ونوع الهجمات التي تعرض لها محبي وموالي آل محمد على المدى التاريخي. لذلك سيتضمن هذا البرنامج التعريف بفاعلية شيعة آل محمد في مجتمعاتهم ومدى اندماجهم وتأثيرهم في هذه المجتمعات. لذلك سيتم الحديث عن هذا الموضوع مع الباحث والأكاديمي في الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور بلال حسن نصر الله. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم ببيتكم وببلدكم الثاني لبنان. دكتور، قضية الاندماج، يعني قضية الاندماج المجتمعي لشيعة آل محمد على المدى التاريخي، قد يكون هذا المفهوم يعني فيه نوع من اللبس أو غامض. ماذا تقصدون أنتم بقضية الاندماج يعني أو مسألة الاندماج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلمة اندماج كمصطلح تتضمن معاني كثيرة. يعني بداية، لو تحدثنا عن العلاقات الاجتماعية هي نوع من أنواع الاندماج. لو تحدثنا حتى على تبني مشروع الحكومة أو المشاركة في النظام العام أو المشاركة في المشاريع العامة المختلفة أو الدفاع عن الأوطان، هناك الكثير من المعاني التي تتضمنها أو يتضمنها هذا المصطلح. نعم، مفهوم الاندماج. طيب دكتور، يعني فكرة الاندماج لموالين آل محمد، من أين ظهرت هذه الفكرة؟ يعني برأيكم هل هناك يعني بذرة لهذه مفهوم الاندماج يعني في السابق على المدى التاريخي بحكم يعني اختصاصكم في هذا المجال؟ بالحقيقة أول عملية اندماج للشيعة في مجتمعاتهم كانت تحت مفهوم التقية. هذه التقية التي دعا إليها الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، دعا أتباعه إلى ممارسة التقية. فكان هذا أول نوع، أو كانت هذه أول عملية اندماج للمؤمنين في المجتمع. طيب، كانت تقافية أول حركة للاندماج برأيك؟ يعني هذه قضية التقية اللي طرحها الإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام العسكري، الإمام العسكري سلام الله عليه، إنه هذه كانت أول حركة لظهور الاندماج برأيكم؟ يعني الحقيقة لم يذكر قبل هذا التاريخ أي نوع من أنواع الاندماج. يعني كلنا نعلم بأن التاريخ حمل في طياته الكثير من المظلوميات التي وقعت على أتباع أهل البيت سلام الله عليه، يعني من تعذيب، من أهوال، وحتى من تشريد. فكانت أول عملية هي التي دعا إليها الإمام العسكري، والتي هي التقية بالحقيقة. ولم يسبق عملية مماثلة أو مشابهة يمكن أن نعبر عنها بالاندماج. طيب دكتور، يعني قد يفهم بعض الناس أنه التقية هي مسايرة الحكم، ويعني وإن كان ظالما، يعني واقعا للتقية أسباب. أما السبب الأول فكان الحفاظ على حياة المؤمنين. يعني لو عدنا قليلا إلى العهدين الأموي والعباسي، ما كان يلاقيه محبي وأتباع أهل البيت أهوال كثيرة ومظالم كثيرة استدعت أن يطلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه من أتباعه ومن محبيه أن يمارسون عقيدة الحكم والحاكم بالظاهر للحفاظ على حياتهم أولا.
ثانيا وهذا الأمر هو يحمل فكر ومفهوم أهل البيت اتجاه المجتمع، وهو للحفاظ على وحدة المجتمع وعلى تماسك المجتمع، لكي لا يكون هناك نسيج مختلف يمكن أن تؤدي العلاقات بشكل أو بآخر إلى أنواع من الفتن. فلذلك كانت التقية بأحد هؤلاء الوجهين، ولعل هناك أسباب كثيرة أخرى غير ما ذكرنا. طيب التقية برأيكم، يعني قد يسأل سؤال يقول لك التقية قد لا تحفظ هيبتي ولكنها تحفظ دماءنا، يعني بسلاح ذو حدين قد يعتقدها البعض. هو بالحقيقة كما أجبت، نعم، لا تعتبر أنها تحفظ الهيبة. والسبب في ذلك أن المؤمن يخفي عقيدته أو يخفي عقيدته الحقيقية ويتظاهر بعقيدة الحاكم للحفاظ على الحياة. فإذا نظرنا إلى هذا الموضوع من جانب الحفاظ على الهيبة، فالهيبة ليس لها مكان بهذا الموضوع. طيب لا تترك هذه التقية، يعني مثلا الموالين علي محمد عندما يلتزم بقضية التقية، يعني ما تتوقع أنه تبعد عن قضية الاندماج، يعني تخليه يعني بعيد عن قضية، تخليه مثلا انطوائي أو منعزل يعني عن المجتمع، ما تأثر في قضية على العكس، على العكس تماما. نعم، التقية عندما يمارس المؤمن عقيدة الحاكم إنما يمارسها لكي يكون جزء فاعل وأساسي في المجتمع، بينما لو كان على عقيدة أخرى في ظل تلك الهجمات التي كانت على العقائد التي تختلف مع عقيدة الحاكم، هنا يمكن أن يكون في نوع من الانعزال، وهنا يمكن أن يكون بعيدا عن المجتمع بشكل أو بآخر. وإنما عندما يمارس هذه العقيدة إنما يمارسها ليكون في قلب المجتمع، داخل هذا المجتمع، عنصر من عناصر المجتمع الأساسية. نعم. طيب هل كل يعني هل كل الموالين لآل محمد أو أنصح التعبير كل الشيعة هم ملتزمين بالتقية؟ الحقيقة التقية لم تشمل جميع الشيعة. نعم. إنما التقية تمارس في الأوقات وفي الظروف التي يجب أن تمارس فيها للسببين اللذين ذكرنا، يعني الحفاظ على الحياة أولا والحفاظ على وحدة المجتمع ثانيا. فإذا لو كنا في مجتمع وهذا المجتمع لم يتعرض لأي نوع من أنواع الضغوطات، فبالتالي ليس من الضرورة ولا يوجد سبب يدفع بالمؤمن لكي يمارس التقية، إنما التقية بأسبابها. طيب بأسبابها، يعني أهميتها بإيجاز أنه حفظ المجتمعات، يعني حفظ هيبة الإنسان، حفظ الحفاظ على الاندماج الكامل، الحفاظ على العمل، يعني هالشكل أنه تقي بهذا المفهوم فقط تكون فيما يخص العمل. نعم، هذا أهميته فقط فيما يخص العمل. نعم. طيب دكتور، هل هنالك دافع أساسي يعني يعتمد لدى الشيعة بجعلهم أنهم يندمجون أكثر في مجتمعاتهم؟ فكرة الاندماج عند الشيعة لها عدة أصول. أما الأصل الأول فهو القرآن الكريم، فالآية الكريمة التي تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كانت هي الدافع الأول للاندماج. طبعا لكي يستطيع الإنسان أن يعمل في مجتمع ما وأن يكون في قلب ذاك المجتمع وأن يكون فاعلا وأن يكون رائدا، لابد له من أن يكون جزء أساسي وحقيقي من هذا المجتمع. فعملية الاندماج بطبيعة الحال هي العنصر الأساسي للعمل، يعني حتى نستطيع أن نمارس هذا المبدأ القرآني، بمعنى الإنسان كما نعلم بأنه لا يكتمل إلا بالعمل. أكيد. لماذا؟ لأنه العمل ينمي في الإنسان، ينمي الشخصية. نعم. وينمي الدافع وينمي الصفة. فكل هذه تحتاج إلى اندماج كامل في المجتمع حتى يستطيع يمارس هذا العمل، وإلا لو أتينا إلى شخص، هذا الشخص بعيد كل البعد عن مجتمعه ومرفوض من قبل هذا المجتمع، وبالتالي هو على تماس مستمر مع هذا المجتمع، لا يستطيع أن يؤدي أي عمل.
إنما العمل لكي ينجح يجب أن يكون هناك تكافل وتضامن وتعاون، وهذا التعاون لا يكون إلا بالاندماج، وهذا التكافل لا يصنعه ولا يخلقه إلا الاندماج الكامل مع جميع فئات المجتمع. يعني كأن يعيش المجتمع حالة واحدة تجاه إنجاز ما، نعم، فينجح ذاك الإنجاز. وأما إذا كان الشخص اللي بده يقوم بإنجاز ما هو معارض والآخرون يعارضونه، بطبيعة الحال لن يكون هناك إنجاز ولن يكون هناك أي عمل. هذا أولا. أما الأصل الثاني فهو الحديث النبوي الشريف، فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. صدق رسول الله. هذا المبدأ النبوي الشريف عندما يعبر على أن جميع البشر، كل البشر، هم مسؤولون، هم مسؤولون من الله سبحانه وتعالى، وهم عبيد، وهم عبيد لله سبحانه وتعالى، لا فرق بينهم ضمن هذه الصفة. بمعنى لو أتانا إلى جميع الأديان وإلى جميع الطوائف وإلى جميع المذاهب، هم عبيد لله سبحانه وتعالى. يخبرنا النبي بأن أحب الخلق إليه هو أكثرهم نفع للناس. بمعنى آخر، هذا الحديث النبوي الشريف ينسجم تماما مع الآية التي تدعو إلى العمل. إذن كان لابد للمؤمن ليكون أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى أن يكون أكثر نفعا لجميع البشر، لأنه كانت الصفة هنا بالإطلاق مش مقيدة إلى طائفة معينة أو دين معين أو مذهب معين، أبدا، جميع خلق الله سبحانه وتعالى كونهم عبيد لله. إذن وجب على المؤمن لكي يكون أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى أن يقدم عملا نافعا لجميع هؤلاء الخلق، ولا يمكن أن يقدم إلا بالاندماج. بالضبط. وأما المبدأ الثالث وهو قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما قال: الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ينسجم تماما بقوله مع الحديث النبوي الشريف والآية الكريمة. نعم. حينما يطلق على الناس صفات، نعم، حينما يعبر عن الناس بأنهم صنفان، نعم، الصنف الأول هو النظير في الخلق، والصنف الثاني هو الأخ في الدين. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، بمعنى أن يطال خير الإنسان وعمله هؤلاء الفئتين، وأن لا يقتصر على فئة واحدة. وبطبيعة الحال هذا قمة في الاندماج، كأن أقدم لأشخاص أختلف معهم في العقيدة وأحمل مبادئ غير مبادئ التي يحملونها، وأنا أقدم لهم كل أصناف الخير وكل أصناف التعاون، ده هو قمة في الاندماج. أكيد. فإذا الأصول التي ارتكز عليها الشيعة في الاندماج هي أصول: أولا القرآن الكريم، وثانيا الحديث النبوي الشريف، وثالثا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. بالتعامل مع الصنفان، نعم، والاندماج مع نعم نعم نعم. أحبتي المشاهدين الكرام، نستميحكم عذرا للذهاب إلى فاصل قصير ونعود بإذن تعالى. شكرا. أهلا بكم أحبة المشاهدين الكرام في المحور الثاني من هذه الحلقة. دكتور، ما هي طبيعة الاندماج لشيعة آل محمد على المدى التاريخي في المستوى العلمي والعملي؟ هل كان هناك اندماج على هذا المستوى؟ قصدك الاندماج في الجانب العلمي؟ أكيد. نعم، في الجانب العلمي بجميع أنحاء الدول، نعم، العربية والإسلامية والغير عربية وغير إسلامية، جميع أبناء الشيعة هم دائما في حالة سعي مستمرة للتعلم وللوصول إلى مراتب علمية عالية ولحمل شهادات عالية لسبب مهم جدا، وهو المشاركة في الحياة العلمية في ذاك البلد أو ذاك المجتمع. يعني على مستوى الجامعات نرى أن هناك الكثير
من الأساتذة والباحثين في مختلف الجامعات على مستوى المعاهد حتى على مستوى المؤتمرات. يكاد لا يخلو مؤتمر من عدد لا بأس به من الباحثين الشيعة والباحثين في القضية الحسينية وغيرها. أكيد يعني نجد هذه الكثير من البحوث يعني بصراحة. هذا الحقيقة على هذا الحقيقة على المستوى الديني. نعم. على المستوى الديني هناك أبحاث. نعم. 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 على المستوى الديني وخاصة المستوى العقائدي. نعم هناك توجه عام لدى الشيعة لأمر مهم جدا. نعم. وألا وهو مدرسة كربلاء. نحن نعبر نقول بأن كربلاء ليست فقط مدرسة بل هي جامعة حقيقية. جامعة حقيقية في المبادئ والمثل. جامعة حقيقية في جوانب الالتزام والتطبيق. يعني كأن لو قلنا القرآن الكريم هو الجانب الفكري من الدين وهو الجانب النظري. يمكننا أن نقول بأن كربلاء جانب التطبيق. يمكننا أن نقول بأن كربلاء هي الجانب التطبيقي إلى أبعد حدود التطبيق. فلو أتينا ونظرنا نظرة لمواقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تلك المبادئ التي عبر عنها وهو في قمة الانفعال عندما شخص يفقد جميع الأحبة والأبناء حتى الطفل الرضيع، إذن هو في حالة انفعال شديدة جدا. طبعا. على الرغم من هذا الوضع كان الحسين سلام الله عليه شديد الالتزام بكتاب الله وبأحكامه. نعم. شديد الالتزام بوصايا جده وبالسنة النبوية الشريفة. فحتى الأعداء الذين قتلوا من قتلوا من أهل بيته وأصحابه كان الحسين سلام الله عليه يدعوهم دعوة الرسالة. ذاك الإنسان الذي يحمل الرسالة ولا يترك مجال لأي جانب أن يؤثر على تطبيق هذه الرسالة. فكان يدعوهم إلى العودة عما هم فيه، كان يدعوهم إلى الصراط المستقيم، كان يدعوهم إلى سبيل الله. طيب هذه الدعوات تحولت إلى أكيد إنه العوامل الأساسية لتفعيل قضية الاندماج. إن كربلاء بكل تفاصيلها هي جانب مهم جدا من جوانب الاندماج، لأن كربلاء لم تكن ثورة طائفية، إنما كربلاء كانت ثورة ضد الظلم وضد الظالم، كانت ثورة لإحقاق الحق. فالظلم والظالم لا دين لهم، وكذلك الحق، إنما الحق يطبق حيث يجب أن يطبق وعلى من يجب أن يطبق، بغض النظر من الشخص الذي سنطبق عليه الحق ومن الشخص الذي سننتزع منه الحق، إنما الحق يبقى هو الذي يقاس به ولا تقاس الرجال به، إنما يقاس الرجال بالحق. نعم أحسنتم. إذن كربلاء أصبحت كجامعة لإشعاع الفكر المحمدي، وبالتالي عامل مؤثر في قضية اندماج الشيعة، وهذا ملاحظ طبعا في أغلب الدول. طيب دكتور، طبيعة الاندماج لشيعة آل محمد على المستوى الاجتماعي، يعني هو ليس في مجتمعهم فقط التي يعيشون فيها، بل على المجتمعات الأخرى الجاورة لهم والتي ينتقلون لها بحكم العمل والعلم. لقد عرف عن الشيعة على مر التاريخ سعيهم الدائم إلى نسج أرقى العلاقات مع جميع فئات المجتمع وحتى مع المجتمعات الأخرى، وهذه العلاقات لم تقتصر فقط على الصداقات. طيب. وإنما كانت تتطور دائما بمبادرة من محبي أهل البيت سلام الله عليهم لخلق حالة جديدة في المجتمع وهي المصاهرة. يعني اليوم بس تكون أنت على ما بدنا نقول اختلاف عقائدي مع فئة أخرى سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، عندما تسعى إلى خلق حالة مصاهرة مع تلك المجموعة أو تلك الجماعة أو تلك الطائفة أو تلك الفئة، هذه العلاقات علاقات المصاهرة إنما تؤدي إلى تمتين الروابط والأواصر التي تجمع المجتمع والتي تجعله وعاء يحتضن فيه جميع الأطياف. فالشيعة على مر التاريخ وحتى عصرنا الحالي
هم دائما يسعون إلى نسج هذه الأنواع من العلاقات. فإذا قلت لك أنا عن مجتمعنا هون، إذا مجتمعنا هون هناك الآلاف 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 من حالات المصاهرة والزواج ما بين الشيعة والسنة والسنة والشيعة. يعني تكاد ترى في بعض المجتمعات، تكاد ترى في بعض المجتمعات بأنه المجتمع لا يخلو بيت من علاقة مع بيت آخر من طائفة أخرى. نعم طيب دكتور، هذا لا يجرنا إلى طبيعة اندماج على مستوى إنساني. المستوى الإنساني يمكن أن نقول بأنه مستوى منفصل تماما عما ذكرنا لأسباب، لأنه فكر أهل البيت سلام الله عليهم هو فكر كان للإنسانية جماعة ولم يكن لطائفة أو دين أو مجموعة. فتبني فكر أهل البيت سلام الله عليهم واختصاره في طائفة أو مجموعة هو ظلم وإجحاف لأهل البيت سلام الله عليهم. يعني عندما نعود كما ذكرنا بقول الإمام سلام الله عليه، الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، الناس كل الناس، لم يحدد فئة أو طائفة أو مذهب أو دين أو عرق أو إثنية أو أبدا، كل الناس. فمن هون منشوف نحن سمو فكر أهل البيت، سمو فكرهم الإنساني. إذا جينا لنشوف الممارسة من أتباع أهل البيت سلام الله عليه، دائما كانوا السباقين لمؤازرة إخوانهم في المجتمع، لمسايرة إخوانهم في المجتمع، للوقوف على خاطر إخوانهم في المجتمع، لمعاونتهم على كل المستويات. حتى أثناء تعرض البلدان لأي حالة من حالات الاعتداء، كانوا السباقين دائما للوقوف صفا واحدا ويدا واحدة مع جميع الأطياف للدفاع عن هذا البلد أو ذاك المجتمع ولصيانته وللحفاظ عليه. نعم، هذا شيء واضح في العراق وفي لبنان وفي بعض البلدان الإسلامية. نعم. كذلك. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن كل الشيعة الموالين لمحمد وآل محمد استطاعوا أن يندمجوا هذا الاندماج على مستوى الإنسان والاجتماع والعلم وغيره، استطاعوا أن يوافقوا بقضية الاندماج؟ الحقيقة عملية الاندماج لا تنطبق على جميع الشيعة، فهناك الكثير من الحركات التي خرجت من الرحم الشيعي واختطت لنفسها خط، كان هذا الخط سببا مباشرا في عزلتها عن المجتمعات. يعني إذا جينا على سبيل المثال، النصيري كان من أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، وبسبب ممارسات الضغط من قبل الدولة العباسية آنذاك اضطر إلى أن يبتعد عن أجواء المدينة، وبالتالي أن يعتزل الناس. وهذه العزلة أدت إلى تطورات عبر السنوات اللاحقة تأثرت بها الأجيال اللاحقة، فصار هناك نوع من البعد الكلي عن المجتمع وحتى عن العقيدة إلى حد ما في بعض النواحي. ولذلك لم يوفق جميع الشيعة في الاندماج في مجتمعاتهم للأسباب التي ذكرنا. نعم، وبالتالي أصبحوا الشيعة هم قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتهم. نعم، شكرا لك يا دكتور على سعة صدرك وعلى هذا الكلام الجميل. بصراحة حقيقة استفدنا كثير من معلوماتكم. أنا بتمنى تعطيني كلمة أخيرة أتوجه فيها لإخواني وأهلي وأحبتي، اللي أنا بفتخر كل الفخر بإني أكون منهم بانتمائنا إلى هذا الخط الديني الأصيل الإنساني والعالمي والأممي. نعم أكيد طبعا. أنا أدعوهم دعوة المحب المخلص لأن نكون جزء فاعل في مجتمعاتنا، وأن نتبنى المشروع العام الذي من خلاله نستطيع أن نؤدي أو الذي من خلاله نستطيع أن نصل إلى الاستقرار التام، وأن نكون يدا واحدة جميعا في مجتمعاتنا لكي نستطيع أن نواجه تلك الهجمة الكبيرة. نعم. التي تتعرض لها أمتنا العربية والإسلامية، وعلى رأس هذه الاعتداءات هي التغذية
المستمرة للعنصر الطائفي أو للجانب الطائفي لتفكيك هذا المجتمع. فأنا أكرر الدعوة لهم بأن نكون كلنا وجميعا يد واحدة في مواجهة هذه الهجمة الكبيرة. وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. الله يسلمكم. أما أنتم أحبتي المشاهدين الكرام، لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج، ولا يسعنا في الأخير إلا توجيه كلمة إلى موالي ومحبي محمد وآله الطيبين الطاهرين، إنكم قوة فاعلة مؤثرة وليست بمتأثرة، وسبب هذه القوة هو انتماءكم لآل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والتسليم. في أمان الله وحفظه. Oh.